ننتقل الآن لهذا المؤتمر الأول لتنمية الاستثمار في المحافظات والذي يعقد في القاهرة. أترككم مع هذا المؤتمر وألقاكم على رأس الساعة. إن هو سدد القرض وخلاص، لا هو بقى عميل عندي وبقى مستفيد عندي، حريص إن هو يخرج ممكن بعد نطاق المشروعات الصغيرة ممكن يصل لمشروع متوسط. في خدمات غير مالية بيتم تقديمها من خلال التسويق، إشراكهم في معارض داخلية ومعارض خارجية. بنحاول يعني أنا شرحت حاجة بسيطة كده من أول ما بنبتدي معايا لغاية ما بنسوق المنتج، بسوق المنتج من خلال برضو ممكن إن إحنا بنتيح له تعاقدات مع المتاجر الكبرى مع المصانع الكبرى، اللي هو ما يقدرش نفسه صاحب المشروع الصغير يروح منه لنفسه يقوم بهذه المهمة. أنا حسرت بعض الأرقام البسيطة تترجم الكلام اللي أنا قلته. إحنا العام الماضي تم إتاحة تمويل قدره 5.4 مليار لتمويل مشروعات صغيرة متناهية الصغر، 250,000 مشروع وفروا 400,000 فرصة عمل. كنا حريصين جدا ان المرأة رقم او النسبة بتاعتها، احنا كنا قبل كده لما كنا بنصل لنسبة 35% كنا نعتبر نفسنا عملنا انجاز، احنا وصلنا لنسبة 50% ما يتم اتاحته من قروض موجه لشريحة السيدات والمرأة، ومش كلها مشروعات متناهية الصغر، لا في سيدات أصحاب مشروعات تجارية وأصحاب مشروعات صناعية خريجي كليات الهندسة ومن خريج المعاهد الصناعية، وكلها مشروعات نماذج نجاح. حريصين إن احنا الجزء ما يتم إتاحته تقريبا 50% برضو تم توجيهه لمحافظات الصعيد. والرقم اللي أنا دايماً حقيقة أنا بسعد بيه إن 47% ما تم إتاحته كان كلها لمشروعات جديدة، يعني مشروعات كلهم طلبة خريجين جامعة أو أصحاب مهارات معينة وابتدوا المشروع معايا. 47% ما تم إتاحته من هذا المبلغ تم توجيهه كله لمشروعات جديدة، وأنا بعتبر إن النسبة دي من النسب المرضية وبنحاول إن احنا نشتغل عليها. كل ده احنا بنشجع المشروعات القائمة على التوسع، لكن حريصين جدا ان كل من يرغب في الحصول على فرصة عمل تكون متاحة لي من خلال تواصلنا معنا كجهاز. شكرا لحضراتكم، مش عايزة اطول عليكم اكتر من كده، والف شكر.